اهلا بيك استاذه، مرحبا بيك في دارك. حتى تولدت هنا انت، وكان ولاده عسيره ولكن وفيها شويه محاصحه. مش مشكل، انا اللي فرحت اليوم ببعض المداخله بتاعك. سمعت ثلاثه حاجات بالي وشدني عليها المداخله بتاعي، وبعد ندخل نوعا ما في الامور القانونيه والدستوريه. قلت كلمه اللي لازم تتوفر فرصه الصلح، ولا بد من المصالحه وهي ضروره. شكرا لرئيس الهيئه والاخوة اعضاء الهيئه، ومرحبا بهم في لجنه التشريع العام. اولا الساعه نحب نتفرج الفرصه دون ان اسجل التقدير الايجابي لموقف هيئه الحقيقه والكرامه مقارنه بالبيان الصادر في 20 جويلية 2015، وما صرحت به رئيس الهيئه في هذه الجلسه رفقة بعض أعضاء الهيئة. من نجم كان يسجل أن ثم تطور إيجابي في الخطاب والموقف، وهذا عادي. عادي علاش؟ عادي لأنه وقت إذا قرأوا البيان هذا نقراوه صدر تقريبا 3 أو 4 أيام بعد ما تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب الشعب. شكرا لكم الكل، وأنا نحب مرة أخرى نثمن الروح نتاع التفاعل اللي موجوده اليوم في التعهديه، اللي ممكن فقدناها قبل لاسباب او اخرى، لكن نحب مره اخرى نثمنها. باش ننطلق باللي قالوا اخر متدخل السيد النائب هنادي. يقول لا يمكن ان قانون من هذا القبيل يمشي بالاغلبيه والاغلبيه، لانه يهم الاجماع الوطني. يهم حاجة اللي زلنا الكل نتفقوا عليها. وانا نحب نبشر السادة النواب اللي صار من توا عاملتين الى اليوم هو اجماع وطني حول مسار العدالة الانتقالية. اللي جاوا اودعوا ملفات ليس فقط الافراد المتضررين من الاستبداد واللي دخلوا في الفرامة تاع جديد في حياتهم، في حياة اولادهم، في حياة عائلاتهم، وفي حياة جيرانهم. كلهم دخلوا في فرامة الدرب، ما همش هذوكم برا اللي دخلوا لل 65,000 ملف. جاو العائلات السياسية الكل، مش في مصر حتى واحدة توا، الكل الكل. وجاو أيضا هذه العائلة الوحيدة اللي أنا باش نقولها بالذكر، الناس اللي كانوا من منظومة الفساد والاستبداد. جاو أودعوا ملفات من الرموز الكبار. قالوا لنا نمنوا بهالمسار، ونمنوا بان الهيئه حق الكرامه عندها وظيفه استثنائيه اللي هي باش توفر لنا الكل فرصه صلح. شنو هي فرصه صلح؟ انه اللي قام بالانتهاك او منسوب اليه الانتهاك ان كان صرح مباشره وعن توعيه بذلك حاله هذوما رجال الاعمال وبعض الموظفين اللي اودعوا ملفاتهم، او كانوا مستفيدين، او مهما كان الموقع نتاعهم، الناس هذوما الكل يمنوا اللي ثم حاجه ضروريه للانتقال الديمقراطي ولانجاح الانتقال الديمقراطي برمته، هو انه نعمل بالصبر وفق الاجراءات المنصوص عليها بالقانون هذايا، اللي هو ينص على اجراءات واضحه اللي تنص بالصبر، والاركان نتاعها الاربعه ما بقتش نعاود فيها، اللي ذكرها سيد المقرب الخاص في المتحدة تاع العدالة التقنية. إذا حطوا بعيننا، رانا لازمنا نوصلوا للميثاق، وراو بدون ميثاق، راو ذا طلب وطني، مشي ثم أقلية وأغلبية جاو عمل. رانا كلنا لازمنا نوصلوا أنو نلبيو هالطلب هذايا نتاع الإجماع. ونحب زادا نذكر الفرق ما بين توا عامل تالي وتوا، أنو ثم ثقة في الهيئة. جاو كيف جاو أودعوا ملفاتهم، قالوا احنا انتوما كهيئه عندنا ثقه فيكم باش تقوموا بالمسار هذا. هذا شعارنا، واحنا قريناها مسؤوليه كبيره انه نوفيو بتعهداتنا وفق القانون، ونوفيو انتظارات الناس هذول. ما يلزمناش نخيبوا ظنهم، ما يلزمناش نخيبوا ظن المجتمع التونسي، ما يلزمناش نخيبوا ظن الناس الكل اللي عاقده فينا من ورا تنظر لنا كتونس مثلا تاع انتقال ديمقراطي دون عنف ودون تناحر وحروب اهليه. هذوما الكل يلزمنا شعب مقبل، والناس اللي تقول لنا بعين كبيره وترى فينا المثال باش نقدموا.
في المثال. في شهر لي قاعدة عودنا في أديس أبيبا في القمة السايد إيفنت بتاع القمة الإفريقية، جاءوا يدرسوا التجارب بتاع العادة الانتقامية. والشيء اللي مسؤول جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، رواندا، والذين الكل شو يقولوا؟ يقولوا المثال الرومسي يعتبر معناها المثال دو ثوازيام جينيراسيون من الجيل الثالث بتاع العداله الانتقاليه، هو اللي اشار للثغرات اللي احنا قمنا بها. شنو هي الثغرات؟ خاصه جماعه جنوب افريقيا. يقول لك احنا ما قرناش انتهاكات حقوق الانسان بالانتهاكات الفساد المالي، لان ثم ربط وطيد بيناتهم. وساعات اما يكون هو الدافع للانتهاك حقوق الانسان، او انتهاك حقوق الانسان يؤدي الى فساد مالي. معنا الروابط احنا بالملفات اللي درسناها وشويه اخر زميلتي تعطي بعض امثله على ذلك، راهو الملفات اللي جايتنا وحتى من رجال الاعمال تلقاها تبدا بانتهاك فساد ويوفى توفى بالانتهاك حقوق الانسان. يفكوا ويسكوا علاش؟ خاطر المجموعه اللي حول الحاكم عجبها الرزق هذاك، عندهم اساليب قانونيه باش يفكوا له رزقه. ومن بعد اذا كانت رد الفعل وطلب حقه وتكلم يلقى روحه في الحبس والتعذيب والباقي وما اللي ثم وراه. وهذا امثله تو باش نبداو جلسات الاستماع ان شاء الله باذن الله في اكتوبر، وهاتوا تسمعوا من الناس يحكي هم رجال اعمال ما همش لا معارضين لا حتى شيء. يحكيوا لكم كيفاش كانت الماكينه تعجل البشر اللي عنده شويه استقلاليه على الدائره بتاع السلطه. هو هذا اللي صار لنا قبل، ونحبوا نتفاديوه، ما نحبوا نشنقلوا حتى حد، لا في فوتو نتاع باب السويقه، والا نحبوا نحطوه في الحبس، ما حشناش نعبيو حبوساتنا، بالعكس، نحبوا نطفوا كل حبوساتنا. اذا التجربه التونسيه انها تقرن مسار بتاع انتهاكات الانسان بمسار بتاع انتهاكات الفساد المالي، راهي هي الشيء اللي متصل. وفي شهر اوت احنا هيك حق القرار مدعيين باش نعطيو التجربه بتاعنا كيفاش وصلنا لها وكيفاش عادي نخدموا، ياخذوا نموذج وباش يعدلوا تجاربهم هما، ولو فات عليهم شويه الوقت لكن باش يعملوا تعديلات، لانه يراو في الشيء اللي انتم قريتوه وكلفتونا باش ننفذوه يراو فيه مثال، ما يراوش فيه اواجه، بالعكس يراو فيه اشياء ايجابيه. باش نخرج من مثال شيلوب خاطر يبدو اللي عملنا سينما فيه، مثالش يعني راه فيه شويه معناها اخلال شويه اخلاقيات. كي نحكيو على سينما معناها ثم اشياء تحت الطاوله ثم اشياء فوق الطاوله، الشيء اللي تعمل الهيئه الكل فوق الطاوله كل شيء مرشود. هل هذايا النموذج عطيتكم منه نسخه يوريكم كيفاش نخدموا، وهالنموذج هذايا ما يقبل عنا احنا ويكون دوسي مقبول يعني ريسيفر الا ما يكون عمرو صحح عليه واقر بجميع الافعال واقر بما شيعتي للدوله التونسيه مقابل انه يسامحوه على اللي فات. حتى شنو هي ياسر؟ انه هو يقر يرجع ويفسر كيفاش صار الانتهاك باش نجموا نتفاداو المستقبل. علاش كشف الحقيقه مهم؟ مش على خاطر هو اخلاقيا باهي، على خاطر فعليا ناجع في عدم ضمان عدم التكرار. ديما عندنا بين عينينا عدم ضمان ضمان عدم التكرار. باش نعطي مثال خاطي الشيء هذا، احنا ملف من الملفات اللي نجحنا فيه الحمد لله يا ربي وصلنا الى صلح، هو ملف يهم ارض تفكت من مواطن موجوده في جاردان كارتاج. علاش تفكت منه؟ مش على خاطر ثم شكون حب، على خاطر جار كبار اللي توزعت عليهم الاراضي غادي. كي بدينا ندرسوا العملية نتاع انتزاع اللي كانت غير قانونية وعملية الإرجاع اللي توصلنا له اللي ولات قانونية وتثبت ثقة المواطن في أجهزة الدولة، سمحت لنا باش نكشفوا الحقيقة. شنو هي الحقيقة؟ اكتشفنا أن ثم قائمة امتيازية فيها 290 منتفع من أراضي كرتاج التابعين للدولة. هل 290 هل
استجابوا للمعايير اللي تعملهم لايفاش، لازم اولا نطب، ثانيا تعمل استثمار، ثالثا تجيب ما يفيد اللي انت ما عندكش الى اخره. لكن المعايير اللي عندها لايفاش هل استجابوا لذلك؟ من حقهم انه ياكلوا، اما هل مشاو في المسار القانوني اللي ضابطته لايفاش؟ لا، لقيناهم في قائمه وحدة هاوس اسمها قائمه امتيازيه جايه من الرئاسه ومفروضه على لايفاش، مفروضه على لايفاش باش يصحوا لهم على 290 ووزعوها. والقايل كما قالت مدام بشرى بي دي جي تاع لايفاش شنو هذا القانون صح صح جاتو من فوق صح صحيح صحيح ذلك. لكن باش نلقاو في القائمه ليس فقط الوزراء ولادهم ونساهم ولاد اولادهم وجيرانهم، وتنعطيكم القائمه خاطر هذه باش تكشف يعني معناها من حقكم ان تاخذوها القائمه هذه خاطر هي نموذج نتاع كيفاش يصير الفساد. لكن نلقاو فيها اداريين اداريين ينجم يكون ما انتفعش وينجم يكون انتفع. هذايا كشف الحقيقه باش يوريهولنا. علاش كشف الحقيقه مهم؟ باش نعرف انا درجه المسؤولين. هل بالفعل سلطوا عليه سيف تاع السلطان قالوا له رقبتك تقطعي كان ما تنفذش، والا ما سلطوش عليه؟ ثاني سؤال مثلا، هناك رؤساء مديرين عاملين رفضوا باش يصحوا مش في اللايف باش كان تقريبا رفضوا باش يصحوا، اش كان مصيره؟ حالوا على تلقى عبد المبكر. مسارهم المهني مشى ودقدق، اولادهم اللي كانوا عنده بورس قصد عليهم بورس، واللي كان عنده ارض وماخذها بالاجراءات القانونيه فكتل تعاقبوا. ثم موظفين سامين تعاقبوا، علاش؟ خاطر رفضوا باش يساعدوا. هل اللي تعاقبوا هذوما انا باش نزيد نعاقبهم مره ثانيه باش نقول لهم انتم ماكمش موجودين اصلا؟ او على الاقل نعمل لهم اشاره انه اللي خضع عنده على الاقل ادانه رمزيه، الادانه رمزيه هي كلمه تقال وكاو فيها حتى شيء حتى نتيجه اخرى الا الادانه الرمزيه. وقولوا انت بارك الله فيك اللي فضل، انت قمت بواجب وطني، والا نعمل لهم سواسيون بل بالعكس بعدم كشف الحقيقه باش نخفي اللي بعض الاداريين رافضين وموجودين في تونس الجمهوريه، اداريين يحبوا بلادهم يحبوا صالح العرب. دونك هذه زاد في كشف الحقيقه تساعدنا. مش توا الناس هذوما باش نعمل بهم؟ احنا معلوماتنا تقول اللي هما حوالي 700، بعض مصادر اخرى تقول هما 1200، بعض مصادر اخرى تقول 7000، مهما كان الرقم. هما منتفعين بآلية التحكيم والمصالحة، هما ينجموا ينتفعوا بها، وجانا وجاونا على الأقل ثلاثة من الأسامي الكبار 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 اللي كانوا يقربوا، كبار بالكل. احنا تأكدنا اللي هما الكونتون بوك نتاعهم كان، وإنه الباتريمون نتاعهم شوية ما خدمش، رغم إن الناس اللي هما صحوا من الناس الكل، كي تشوف الباتريمون نتاعهم ما عندهمش شيء. ما انتفعش، صحيح ما انتفعش، لكن هو سهل العملية وقام بخط القانون. احنا شنو نعملوا سيدي؟ احنا اقترحنا عليه، قلنا له ايجا اطلب التحكيم والمصالح، وبالضبط نفس الآلية اللي تطبق على المنتفع اللي جاب بين يديه الفلوس والكريدي ببلاش وكل شيء، خاطر هما يزبطوا معاك لي بانك، ثم شكون صح لهم خذوا الفلوس. وانت بمجرد ان تشهد للتاريخ كيفاش كانت العملية، عملية كشف الحقيقة، تشهد لنا فقط احنا نوقفوا الاجراءات القضائيه كلها ضدكم ونطلبوا توقيف التتبعات، واذا كان الطلب السماح صار النتيجه بتاعه انتفاء الدعوه العموميه في حقكم في شأن معكم في شأن تنتفي بالضبط كما تنتفي في حق سليم شيبوه، تنتفي في حق البي دي جي اللي صححنا، تنتفي في حقه. اما الشرط الوحيد ان تكون علنيه وتكون أنو عملت كيف الآخر، أش عملت بالضبط، قداش من وثيقة صححت لي مخالفة القانون، تجبرت عليها، احنا موافقين انك تجبرت عليها، أما تقول كيفاش صارت، بسبب إيش؟ بسبب ضمان عدم التكرار، رانا الهدف نتاعنا كلنا توما وإحنا والتنفيذي وكلنا والوزارات، هو أنه ما نعاودوش، وأنه المناخ نتاع الاستثمار يكون نقي من التدخلات. وان نحطوا في المنافسه على قدم المساواه السيد اللي عنده كل من رئيس الدوله والسيد اللي ما يعرف حد في الدوله كلهم متساويين وينجموا يبادروا ويعملوا الاقتصاد ويعملوا استثمار بكل حريه
بضمانات تعطيهم الدولة اللي هو سواسية مع الجميع، مش انت قريب لربي تاخذ ونعاونوك، وانت بعيد علينا شوية نعطلوك التعطيلات الكل اللي ما تخليكش تقوم بالمبادرة الاستثمارية اللي انت جيت من أجلها. وهذا دورنا فقط، راهو هذايا الهدف الأخير. إذا مرة أخرى رانا الهدف هو النجاح. قولوا لنا رئاسة جمهورية قابلة في الإصلاحات، احنا هذايا سجلناه وعيناه في أكتوبر 2015، عيناه وبصريح العبارة هذايا يتسمى الرأي انتغيمات باش تقول رأي مؤقت، ولا رأي مؤقت. علاش مؤقت؟ على خاطر وقت اللي ما احنا معناها عهدنا لجنة المنطقية تعطينا رأيها، هل النص هذايا مطابق المعايير الدولية والدستور التونسي والا لا؟ وجاوبتنا جات باش تعمل رأي نهائي. كيف جاء الوفد من رئاسة الجمهورية وقال أنا مستعد في المفاوضة، مستعد باش نناقش، مستعد باش نسمع، اتفقنا مع بعضنا وكان حوار نجدي أنه نسوي مؤقت إلى أن يصير التعديل اللي تعهد به رئاسة الجمهورية. وش يقول فصل 62؟ سامحوني رئيس، جيت نعاود هذايا ونكمل. وأشار ممثلو رئاسة الرئيس التونسي إلى أن مشروع قانون المعروض حاليا أمام البرلمان سيتم إدخال التغييرات أمام لجنة التشريع العام، وعبر عن استعدادهم لأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوالدة في هذا المشروع. يعني لسانك ريكومونداسيون، يعني التوصيات الخمس اللي جاوا في الآخر أنه يتخذهم بعين الاعتبار ويقوموا بالتعديل. وإحنا فرحنا وصافحنا بعضنا وقلنا هذا هو المطلوب، نخدموا مع بعضنا لصالح العام. أنا سؤالي الوحيد وين هم الإصلاحات؟ جاوبوا البارح ولا سبت النهار الجمعة ما جابوش الإصلاح. لكن أنتم تكونوا عبروا على استعدادكم، وإحنا نكونوا سعداء أنه يترجم هذا في الوقت.